السلام عليكم ورحمه الله. في فيديو جديد اليوم كما غتلاحظوا غادي نقترح عليكم جوج انواع ديال الكيكات العاديين باضافات. كنتمنى انكم تتابعوا الفيديو باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. بالنسبه للكيكه الاولى غادي نحضروها بستاد البيضات بحجم متوسط. عندنا هنا معلقه صغيره ديال الفانيلا، عندي 150 غرام ديال السكر او كنعبروا بهذه الطاسه اللي كنشربوا فيها القهوه، نص كاس ديال الزيت، كاس حليب دافي اللي غيكون دافي ماشي بارد، غنضيفوه شويه وغادي نضيف واحد المنكه. انا غننكه هاد الكيكه بهاد البسكوي، اي صابلي عندكم كطحنوا واحد الباكيه فيها 8 ديال الحبات، كطحنوها حتى كتحصلوا على بودره. عندي جوج معالق ديال الزبده، ولهاد الكيكه غنضيف ليها خميره الفوريه وخميره الخبز وجوج خمارات ديال كل وزن كل وحده 7 غرام. بالنسبه للدقيق غادي نضيف تقريبا 4 الكيسان. غتشوفوا معايا القوام ديال الكيكه كيفاش خاصو يكون. هنا من بعد ما حطيت البيض في البول ديالي غادي نضيف ليه طريقه ديال الملحه وغنضيف السكر وغادي نطرب هذا الخليط. هذا البيض غنطربو بالخلاط الكهربائي، ولا ما كاينش تقدروا تخلطوا غير بالخلاط اليدوي، ولكن ضروري حتى كيندمج هذاك السكر مع البيض كيتبدل اللون ديالو عاد كتحبسوا تطرب. والمداد المداد يا رسول الله. وكنضيفوا معلقه صغيره ديال الفانيلا، ولا تقدروا تنسموا باي منكه بغيتوا. راه غير هذاك البسكوي اللي غادي تضيفوه كتكون فيه نكهه زوينه، كيعني كيعطي واحد لوكو او واحد المذاق غزال. هنا غنضيفوا الزيت شويه بشويه على شكل يعني بحال خيط، ما غاديش نضيفوا الزيت دفعه واحده وحنا كنطربوا. غادي نضيف هذاك الحليب اللي دفيتو، غنضيفو فواحد الزلافه باش نضيف ليه هذيك الزبده اللي خص ضروري هذيك الزبده تذوب في داك الحليب اللي كيكون دافي. اكيد الزبده غادي تذوب وراه كتكون زبده رطبه، ولا في البلاصه فاش كتكونوا كتذوبوا كتسخنوا داك الحليب ضيفوا فيه هذيك الزبده تذوب حتى هي. ديك الطريقه راه يعني سهله، والزبده راه في الساعه كتذوب. الا ما بغيتوش تضيفوا الزبده بلا ما تضيفوها، يعني اكتفيو غير بالزيت. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الزبده ولا شي حاجه اكتفيو غير بالزيت، ولكن ديروا الكاس عامر ديال الزيت، كاس قل ربع ديال الزيت، ما تعمروش بحال ما كتعمروا الحليب والسكر، لا ديروا نقص يعني ربع ديال السكر. وكنضيفوا معلقه صغيره ديال خميره الخبز. صدقوني هاد الكيكه يعني ديما كنصاوب كيكات، ولكن الكيكه فاش ضفت لها خميره ديال الخبز يعني عطات واحد النتيجه رائعه. الكيكه ما كتهبطش، واحد الهشاشه. المهم كتلاحظوا الفرق الا ضفتوا لها هاد المكون السحري، اكيد غادي تعجبكم الكيكه ديال اللي كتضيفوا لها الخميره. غادي نضيف هذاك البسكوي اللي طحنتو بطبيعه الحال، وكنبدا نخلط الخليط ديال الكيكه ديالي باش ما يبقاوليش. كنوقف التراب بالباتور الكتريك وكنبدا نخلط غير بالخلاط اليدوي. كنضيف الحليب شويه بشويه، انا هذاك المغرف عندي العبار ديالو نفس العبار ديال الكاس، يعني فاش كنعمر هذيك المعلقه اللي كنهز بها الطحين راه كتكون كاس هي العبار ديالها كاس. المهم هنا ضفت 4 الكيسان ديال الدقيق، ولكن ما تنساوش كتضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام ديال الكيكه اللي كتعرفوه كاملين. وانتم غتلاحظوا معايا القوام كيفاش خصو يكون، يعني الخلي بالنسبه للطحين راه كيختلف في الجوده ديالو. يعني انا قلت لكم 4 الكيسان، ولكن ضيفوا غير بشويه بشويه، والا وقع انه قصح معكم الخليط ديال الكيك كتضيفوا شويه الحليب كيكون دافي حتى هو وكتضيفوه باش هكا القوام ديال الكيكه يكون مزيان. هنا كنضيف معلقه ديال الخل، الخل العادي، وعندي خميره الحلويات 14 غرام ديال خميره الحلويات اللي كنغرب لها بطبيعه الحال، وصافي كنخلط ندخل هذيك الخميره في الخليط ديال الكيكه. انتما كتلاحظوا القوام ديال الكيكه كيفاش خصو يكون، ما كيكونش خليط ثقيل، المهم خليط عادي. هنا اختاريت المول اللي كيكون مستطيل، دهنته بالزبده ورشيته بالورق الزبده من تحت، وكنرفع الاناء اللي فيه الخليط ديال الكيكه ديالي باش ندخل ليه الهواء
ضروري من هاد النقطة وأكيد كتعرفوها كاملين. هنا كانت عندي الكريم باتيسير، ضربت يعني حضرت كريم باتيسير اللي كتباع جاهزة وخليتها تبرد، ضفت ليها معلقة ديال الزبدة. غادي ندير هاد الكيكة، غادي ندير فيها الكريم باتيسير من فوق، غتكون الكيكة محشية بالكريمة، كريمة الكاسترد أو الكريم باتيسير. نديرها في القمح أو في واحد بلاستيك وصافي. كندير الكريمة ديالي بهاد الشكل كما كتلاحظوا. أكيد هاد الكريمة فاش غادي تبدأ تطيب الكيكة ديالنا غادي تدخل الداخل. بالنسبة للفران راني شعلها على 170 درجة، غنشعل الفران من التحت عاد حتى كتطلع معايا، حتى كتطلع الكيكة، ما كنحلوش الفران نهائيا حتى كتطلع الكيكة، عاد كنشعل من الفوق يعني باش تحمر معايا الفوق. وفاش كتسالي الكيكة كطيب كتحلو عليها الفران وكتخليوها تما واحد 5 دقائق ولا ما كاملاش باش ما تهبطش معكم الكيكة. واكيد بهاد الطريقة اللي تبعتوا هاد الشيء ودرتوها بالخميرة ما غاديش تهبط معكم، يعني كاينين الناس كتهبط لهم الكيكة هاد الشيء عادي. هنا غندوزو الكيكة الثانية غنحضروها. غنحتاج 4 ديال البيضات، كاس نفس العبار ديال الكاس، راه تقريبا نفس المقادير، كاس 150 غرام ديال السكر ولا كاس عنبة ديال السكر ولا الكاس اللي كتشربوا فيه القهوة. وعاوتاني كنضيفو كاس الا ربع ديال الزيت او كاس عنبة ديال الزيت، يعني الكاس اللي فيه السكر كيكون شوية كبير على الكاس اللي كنديرو فيه الزيت. اكيد المقادير غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. وهنا عندي القهوة المعصرة حتى هي كتكون دافية كنضيفها للكيكة، وعندي الكاكاو المر بنوعية جيدة اللي كتكون فيه المذاق. الا ما كانش عندكم هذاك اللي كيتباع جاهز كتاخذوا غير ساشيات، كديروا مثلا 2 ساشيات ديال الكاكاو المر، كل ساشي كيكون فيه 7 غرام، ولا كديروا 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وكنضيفوا معلقه كبيره ديال الخل. صافي الدقيق كنضيفوا حتى هو مقدار 3 الكيسان ولا 3 الكيسان ونص، المهم حتى كنتحصلوا على القوام ديال الكيكه اللي كيكون قوام ما ثقيل ما خفيف، كيكون القوام ديالو زوين. وهانتوما غتلاحظوا القوام ديال الكيكه ديالي كيفاش خصها تكون. كنمزج جميع العناصر يعني الدقيق باش يندمج مع الخليط. صافي هنا كان خاصني شويه ديال الدقيق، ضفت هنا الدقيق اللي دخلته في هذه الكيكه 3 الكيسان ونص، يعني الكاس ديال هذاك ديال اللي كنشربوا فيه القهوه 3 الكيسان ونص، وكنضيف 2 ساشيات ديال خميره الحلويات. غنخلي لكم المقادير مكتوبين في صندوق الوصف، اكيد مقادير مضبوطه بالقياس يعني بالكاس وبالغرام. صافي هذه هي الكيكه الثانيه ديالي. هنا عندي هاد المول اللي كيكون مدور، كتستعملوا اي مول كتبغيو، بغيتو تستعملوه صافي، راه كيكه عاديه ولكن كتجي زوينه بالنكهه ديال القهوه والكاكاو المر والحبيبات الشوكولات اللي اكيد غادي ندخلوهم الفوق، وكنديروا القرقاع، كتجي الكيكه زوينه بزاف. هاد بغيتو تخليو الكيكه ديالكم هكاك ما تضيفولهاش هاد الاضافات، تخليوها، ولكن هاد الاضافات الشوكولا اللي بالنسبه للكاكاو عاليه والقرقاع يعني كيعطي واحد الاضافه زوينه للكيكه ديالكم. صافي وكندخلوها للفران كما سبق لي وقلت لكم، الفران على 170 درجه، كنشعلوا لها من التحت حتى كطيب، عاد كنشعلوا لها من الفوق. هنا الكيكه الاولانيه اللي حضرنا معكم هي جات خرجتها من الفران، خليتها حتى بردت شويه، كتلاحظوا راه كتحيد بكل سهوله. غادي نحيد هذاك ورق الطبخ اللي درتو فرشته في القاع ديال المول ديالي، واخا المول ما كيلصقش ضروري كديروها يعني ما تعرفوا، كدهنوا مزيان داك المول بالزبده وكترشوه الدقيق وكديروا فيه ورق الطبخ. انتما كتلاحظوا الكيكه تبارك الله جات طالعه ومهويه لداخل، جات زوينه بزاف. نتمنى انكم تتبعوا هاد
الطريقه اللي عطيت لكم ديال الكيكه، واخا كلشي كيعرف يصاوب الكيكه ولكن كل واحد وطريقته. بهذيك الاضافه ديال خميره الخبز جات رائعه، كنتمنى انكم تجربوها. هنا الكيكه الثانيه حتى هي راه خرجتها من الفران، خليتها بردات شويه حتى هي جات طالعه ما شاء الله. هنا عندي الشوكولات بيضه بنوعيه جيده، هذا اقتراح فقط للتزيين. غادي ندوبها مع شويه ديال القشده الطريه، دوبتها مع القشده الطريه، وغادي ندير الوجه ديال هاد الكيكه غنغطيها كامله بالشوكولات البيضه، وغادي ندير دوب تحت الشوكولات الكحله اللي حتى هي نوعيه جيده، وغادي ندير نقاط من الشوكولات. يعني طبيعه الحال التزيين كيبقى اختياري. قلبت الكيكه عليها، جاني السطح ديالها مقاد، كنديروا نقاط من الشوكولات السوداء ولا الشوكولات الكحله. على مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، اللهم صل على المصطفى. وغادي ناخذ واحد الكيردون باش ندير الزواق ديال كنجر، باش ندير الزواق ديال الملفاي بحال الزواق ديال الزخرفات هكا وصافي حسب الرغبه. يا حبيب الله والمدد المدد، يا رسول الله اسقينا بالمدد، يا حبيب الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. وهنا وصل الفيديو ديالي للنهايه، حضرت معكم جوج كيكات جاو غزالين، كنتمنى واقتصاديين، كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في التعليقات، وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم والمتابعه ديالكم للقناه ديالي. نلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد، والى الملتقى ان شاء الله.